دينا ننتظري شوي 5 دقايق. ايه افضل بعد اذنك؟ يلا يلا ننتظر. خذ معي
مسلسة. تبدأي صار. هلا الصوم. هلا كل السكر بيزيدني. ليش ما الصوم؟ في قاعدة. محمد؟ أيوة دكتورة معي. نبلش؟ يلا هلا بس ثواني وراح أبدأ تسجيل. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خلصنا الحمد لله الأسبوع الماضي من علاج داء السكري، وسابقا عرفنا كيف تشخيصه وشو هي اختلالاته وشو علاجه. واليوم بدنا نرجع للنخامة. إذا بتتذكروا بلشنا بقصور النخامة، بعدين حكينا عن الأورام النخامية، وبلشنا بالأورام المفرزة لهرمون النمو، إنه إذا قبل البلوغ بتسبب عملقة وبعد البلوغ بتسبب ضخامة نهايات. اليوم بدنا نجي على أشهر الأورام النخامية اللي هو المفرز للبرولاكتين هرمون الحليب. مسموع الصوت ما هيك؟ هي دكتورة واضح الصوت. يلا هلا مثل ما قلنا اليوم رح نحكي عن فرط برولاكتين الدم، ورح نحكي عن الأورام المفرزة للأسيتي أتش، يعني عندي تنازل متلازمة تنازل كوشينج، داء كوشينج. المتلازمة هي فرط كورتيزونات الجسم سواء داخلي خارجي من الكظر خارج الكظر. وأما داء كوشينج هو ورم نخامي مفرز للأسيتي أتش، هذا داء كوشينج. وحنحكي عن النخامة العصبية أمراضها، على رأسهم هو النقص أو زيادة الهرمونين اللي بينفرزوا من النخامة العصبية اللي هن الأكسيتوسين والآدي أتش. هلأ البرولاكتين هو هرمون بيبتيدي يعني من عدة حموض أمينية، يفرز من الخلايا المحبة للحامض، هذا نسوج. هلأ إمتى بيزداد عدد الخلايا المفرزة للبرولاكتين؟ بشكل طبيعي بشكل فيزيولوجي بالحمل، بتناول الاستروجينات ومضادات الدوبامين. مريضة كانت عم تمنع للحمل انه ما بدها الاولاد، وعم تاخذ حبوب منع الحمل بشكل مستمر، كل شهر بشهره بتاخذ العلبة اللي بتعرفوها موانع الحمل الفموية. وقفت حب المانع وما اجتها الدورة، ولو اجت الدورة اجت مثلا مخربطة، بس عملنا لها يعني بدها تجيب اولاد، صار لها قطع الحبوب المانعة للحمل مثلا 6 شهور وسنة وما كانت تحمل. شو السبب هون؟ لازم من اهم الاشياء اللي لازم نعملها لازم نعاير البرولاكتين. اغلب المريضات هو بينكشف عند النساء اولا، لانه اول ما يصير عندنا فرط برولاكتين الدم المريضة بتجي بتشتكي اما من اضطراب النظم او اضطراب الطمس، انه اخص انه تباعد طول على الانترنت. محمد سامعانيني انتو؟ ايه دكتورة ايه سامعاني. ايه تمام، وكأنه بس صار انقطاع، بس دي اشوف. طيب هلأ موجود الشرائح، رجعت ما هيك؟ رجع العرض. ايه موجودة. شو اكثر شيء موسيقى
بس كأنه عم من الحالات الفيزيولوجية اللي بيزيد فيها فرط برولاكتين الدم بطبيعة الحال بالإرضاع. وأيضا غير إنه شو هي عفوا شو هي وظائفه الفيزيولوجية؟ الإرضاع ودعم الوظيفة القندية. ليش؟ لأنه البرولاكتين له مستقبلات على خلايا سيرتولي، فلذلك بيدعم الوظيفة القندية وإنتاج يعني من أجل العملية الجنسية ونضج النطاط. هلأ الآلية الإمراضية، ليش أحياناً بيصير عندنا فرط برولاكتين بالجسم؟ شو الآليات الإمراضية؟ إما هلأ هو البرولاكتين كيف بينضبط؟ أكثر شيء إنه في عندنا الوطاء بيبعت له الدوبامين منشان يصبطه ويركز تراكيزه ويركز إنتاجه وإفرازه. إذا الوطاء ما عاد بعت دوبامين يعمل هالتصبيط بيصير عندي زيادة بالبرولاكتين. مثل الأمراض اللي بتصير بالوطاء لما بيصير عندنا فرط برولاكتين الدم، آفات مخربة للوطاء، إما انقطاع السويق النخامية أو أي عائق ما بيخلي الدوبامين المثبت يمر من الوطاء للنخامة، أو إنه النخامة فيها ورم غدي ذاتي عم يفرز للبرولاكتين، أو أحياناً إنه المريض عنده قصور درق بدئي ما عم ينفرز الـ FT4 والـ FT3 بسبب غياب التلقيم الراجع السلبي، إنه بيصير عنا الـ TSH بيعلى مثل ما حكينا مرة على آلية التلقيم الراجع السلبي، TSH بيعلى ما في حدا يصبطه للـ TSH، وبنفس الوقت كمان الـ TRH بيزيد اللي هو اللي مفرز من الوطاء اللي هو تيرويد ريليتينج هرمون. هذا وقت بيزيد له مستقبلات على الخلايا المفرزة للبرولاكتين بخليها تفرز برولاكتين أكثر. فلذلك دائما عند المرضى اللي عندهم اضطراب طمس أو حتى المريضة اللي بتطلب إنه هي بدها تحمل وما عم يصير عندها حمل، على رأس التحاليل اللي نطلبها نطلب TSH ونطلب البرولاكتين. أحيانا لا، إنه ما في عنده مشكلة لا بتصبيطه الوطائي ولا بإنتاج النخامي كله تمام، إلا إنه في عنا بالجسم يلي بيصفي الهرمونات سواء الكبد أو الكلوي أو الكلية، إذا فيه قصور ممكن إنه ما يستقلبوا وما يتقوضوا بسرعة وما ينطرحوا من الجسم بسرعة ويؤدي لزيادة البرولاكتين. هلأ بعض الحالات اللي بيرتفع فيها البرولاكتين ضخامة النهايات، أحياناً بيكون الورم مختلط بيفرز هرمون النمو بيفرز البرولاكتين، لا أحياناً الورم النخامي المفرز لا الهرمون النمو بيكبر وبيضغط على السويقة. السويقة شو جاية فيها؟ جاية فيها الدوبامين المثبط، وقت بينضغط ما بينزل الدوبامين وبيثبط الخلايا المفرزة للبرولاكتين، راح التأثير المثبط، أما البرولاكتين بياخذ مجده وبينفرز بشكل مئات كبيرة. في عنا تنازل فورميل، هو إنه المريضة ولدت ورضعت وخلاص لتفطم ابنها بيضل في عندها إفراز للحليب. هلأ دائما أي مريضة فطمت الولد وضل الحليب عم ينزل من صدره يعني بكميات منيحة لازم نعمل لها البرولاكتين ونشوف إذا في عنا ورم مفرز للبرولاكتين ولا لا. أحيانا في عنا بنات غير متزوجات وإذ بيصير عندهم سر حليب، وغالبا أنه بيكون مترافق مع اضطراب الدورة الطمسية، مع أنه هي يعني شو بيكون غالبا سببه هذا؟ غالبا بيكون السبب في ارتفاع البرولاكتين أما بسبب ورم أو أي سبب تاني. هلأ العوامل المنظمة، مين بينظم عمل البرولاكتين؟ هلأ البرولاكتين بينفرز بشكل نبضي، وهالنبضات بتختلف بين الليل والنهار، ذروة إفرازه عند الفجر، فلذلك إنه المريضة يلي مثلا تقول بتشتكي من نقص حليبة ممكن إنه إلا لازم تنامي نوم عميق ليلي، لأنه هالشي بحسن ذروة الإفراز وممكن إنه يرجع للحليب بشكل أفضل. هلأ في عنا عوامل وطائية بتحرك تركيب البرولاكتين، حكينا على رأسه TRH بوجود قصور درق، أو الأهم واحد الدوبامين يلي هو له دور مثبط، كل شيء بيقوي الدوبامين بيثبط إفراز البرولاكتين.
كل شيء بيعاكس الدوبامين مثل الأدوية النفسية شو بتعملنا؟ بتعمل زيادة البرولاكتين. أما يلي بيقوي فعل الدوبامين مثل الأدوية اللي منعالج فيها الأورام المفرزة البرولاكتين مثل الكابرغولين، هي شو بتعمل؟ هي بتشبه الدوبامين، بتروح بتصبت إفراز البرولاكتين من الخلايا النخامية. هلأ المستويات المصلية له عموما بين 25 وتقريبا هذا يعني متعارف عليه بأغلب المخابر، أنه أي رقم فوق 20 فوق 25 هو رقم مو طبيعي. الوظيفة الأساسية للبرولاكتين هي أهم شيء عندنا الإرضاع ودعم الوظيفة القندية سواء عند النساء أو عند الرجال. هلأ هو هون عم يقولوا أنه يمكن معايرة البرولاكتين بأي وقت من الأوقات، مو شرط يكون على الريق وعند الصبح، بس خلاص صار متعارف عليه أنه تعرفوا خلاص يعني في عرف، ما عاد تقدر تقنع حدا أنه هذا مو صحيح، خلاص متعارف عليه هيك عم يحكوا بالسلايد، متعارف عليه أنه على الريق على الريق، بس هو الطبيعي بصراحة أنه ما بيأثر أبدا. هلأ بس حتى نعاير البرولاكتين يفترض أنه يكون المريض، هلأ هيك كنا يعني بننصح المريضة أنه تكون قبل بيوم نايمة نوم مريح، وتكون هادية وما لها شربانة قهوة، وما لها جاي على المشفى ركض، ويفضل أنه قبل بيوم ما يكون في أي حركات أو أي مثلا يعني اللهم صل على النبي، يعني أي تدوير على الحلمة ممنوع، لأنه ممكن أنه يزيد من عيار البرولاكتين. هلأ في عنا وقتنا نعاير البرولاكتين، هذا طب مخبري، في عنا وقتنا نعاير البرولاكتين عنا مشكلتين. أحياناً أنه البرولاكتين بيكون طبيعي وإذا بيعطينا أرقام مرتفعة جداً. شو اسمها هي؟ اسمها الماكروبرولاكتينيميا. البرولاكتين بيروح بشكل مركب معقد كبير ماكروبرولاكتينيما هيك اسمها، يشكل معقد مع الاي جي جي اللي هو الجلوبولين المناعي. اما شو بيبين؟ بتنقص تصفيته من الكليه، فلذلك بيعطي عمر له اكبر وبيعطينا ارقام برولاكتين عاليه. في عندي الظاهره الثانيه انه ظاهره الخطاف الهوك، انه المريضه عندها ماكرو ورم ماكرو كبير مفرز ماكرو برولاكتينيميا. يعني عم نكون عم نعمل عيار للبرولاكتين ونحن متوقعين يجي فوق 20 فوق 100 فوق 200، واذا بيجينا 22 او بيجينا 18 يعني هي بالحدود الطبيعيه ما يعني ما بنقبل فيه. دائما وقت بنكون بشاكين بالتحليل المخبري مو صحيح بنطلب من المخبري انه يمدده، وقت بيمدده بتختفي هالظاهرة وبيطلع عندي الرقم الحقيقي. عم يقولوا انه مرة مريضة كان عندها عم يتراقبوا لها البرولاكتين وهي عندها ماكرو، طيب اجت النتيجة طبيعية، وبعد ما مددوها كانت النتيجة اعلى نتيجة بمشفى الاسد الجامعي اللي طلعت، صوروا 34 الف نانو طبيعي من 5 إلى 20. اذا لازم نمدد العينة. هلا امتى اكثر شيء نحن بنكون انه نحن شلون انه بنكون عم نراقب المريضه انه الورم عم يكبر ومتوقعين البرولاكتين يجي عالي، واذا بيجينا طبيعي بنصر على المخبر انه يمدد لنا اياه تطلع الارقام الحقيقيه. هلا هي اشعه انه مريضه عندها ورم مفرز للبرولاكتين وعندها البرولاكتين بالالاف، وعلاجهم بالدرجة الأولى بيكون بالأدوية الأحنا نمشي عليهم اللي هو البرومو كريبتين. هاي عم يعطوكم إنه الأشعة كيف ظهر الورم. هلأ الكل بيعرف إنه الإرضاع المنتظم والوحيد يعني إنه المريضة مرضع أول 3 شهور، وحتى بيقولوا أول 6 شهور إنه عم ترضع البيبي بشكل منتظم، ما بتعطيه أي شيء غير حليب صدرة، إنه هي ما بتحمل. وهذا يعني عندك قسم كبير من النساء صح، إنه فعلا أول 6 شهور، حتى في عند نساء
طول، حتى في نساء ما بترضى تفطم ابنها مشان ما تعمل مانع حمل مثلا، بتضل بترضع البيبي سنتين، وخلال هالسنتين اما ما بتجي الدوره وبتضل مريحه راسها انه هي منع الحمل، او لو اجت الدوره ما بتحمل. بس لكن انه مثلا بتعرفوا نسائنا من قديم كانت تجيب مثلا 10 اولاد، كل ولد بترضع سنتين وما بتحمل شيء، ولد من الاولاد بصراحه بيهرب من هالتنظيم اللي عندها، وإذ هي ومثلا مفكرة حالة إنه هي إنه عم ترضع وإنه ما في حمل أبدا، وإذ ما بتلاقي غير البطن مثل ما بيقولوا الولد عم يتحرك ببطنه، وإذ طلعت حامل شو تفسيرها؟ التفسير إنه هون قد تكون دفقات البرولاكتين قليلة، وصار في عنا هروب الـ FSH والـ LH وسببوا إباضة وصار حمل. هلا كمان غير انه مثل ما قلنا انه البرولاكتين المرتفع بيعتبر وسيله حمل وبس، لكن ما لازم انه بصراحه تامن بالمية مية بسبب انه ما بنعرف امتى تكون دفقات البرولاكتين اقل وبيصير عنا اباضه. وكمان ايضا انه مستويات الاستروجين العاليه مثل موانع الحمل او المريضه الحامل هدلولة بيمنعوا حدوث الارتفاع البرولاكتين، بيمنع حدوث الذرة، وما بيصير عند الحوامل سر حليب أو عند المريضة اللي عم تاخد مانعات حمل استروجينية فيها مستويات استروجين عالية، ما بيصير عندها سر حليب أبدا. فلذلك ممنوع أنه نعطي المرضعات موانع حمل فيها استروجين، لأنه بدنا كمان الحليب مهم كتير للبيبي. فهمتوا إن شاء الله الفكرة؟ إيه قلنا ليش إنه الحامل ما بيصير عنده سر حليب؟ حتى تنخفض مستويات الاستروجين. وبنفس الوقت ليش المرضع ما لازم نعطيها مانعات حمل فيها استروجين؟ منشان لأنه بدنا الحليبات للبيبي للرضيع. إذن وقت بيكون المريضة حامل عندها مستويات استروجين عالية ما في عندي سر حليب. هلأ صارت الولادة انخفضت مستويات الاستروجين، إجا الأكسيتوسين عصر العنبات الموجودة بالثدي وأدى إلى هي العنبات الثدي تحت تأثير البرولاكتين خلال الحمل بيرتفع، بتكون تعبت حليب بس ما بيصير سر حليب. ليش؟ لأنه عندي في مستويات الاستروجين العالية. مجرد أنه صارت الولادة راح الاستروجين، إجا الأكسيتوسين باليوم الخامس تقريبا بتجيها للمريضة الدرة وبتبلش تدر الحليب. هلأ مريضة شيهان ما بترضع. ليش؟ لأنه الخلايا المفرزة للبرولاكتين تخربت والبرولاكتين عمره قصير جدا، فلذلك مرضى شيهان ما بتجيهم الدرة ولا بتجيهم ولا بيرضعوا أبدا. رغم أنه الشيهان إذا بتتذكروا هو الأكثر له علاقة بالنخامة الأمامية الغدية، فلذلك النخامة الخلفية العصبية الأكسيتوسين موجود، بس بصراحة ما بيهمني. مين بيهمني بالإرضاع؟ هو البرولاكتين. هلأ الأعراض السريرية، فرط برولاكتين الدم مباشرة شو بيسبب أعراض؟ بالدرجة الأولى سر حليب، اضطراب دغري يعني لازم يتوارد لمخكم. برولاكتين الدم عالي معناها أنا عندي حليب من الصدر وأخص عند النساء. عندي كمان أنه الرجل عنده عنانة والإمرأة عندها اضطراب طمث وعقم. أنا آسفة عم أقول اضطراب نظم، يبدو أنه طاير عقلي بالقلبية. طيب هلا حنحكي عن التظاهرات الخاصه بالنساء والرجال والمشتركه بينهما. بس احيانا ممكن انه يصير عندنا ورم مفرز للبرولاكتين عند المراهقين يعني قبل البلوغ. هلا هون شو بتصير الاعراض؟ بتصير انه بيتاخر او بيتوقف البلوغ. ليش؟ لانه غالبا بيكون خرب اما خرب النخامه او خرب المحور النخامي. في فرق. هلا البرولاكتين لحاله من دون ما يكون انه في عنده هالورم الكبير، نفترض ورم صغير كتير عم يفرز برولاكتين،
بيضرب لنا بيسبب لنا اضطراب بالمحور القندي، رغم انه الاف اس اتش والال اتش والخلايا المفرز منهما طبيعيه، بس المحور بيخليه يضطرب. اذا مو شرط اذيه نسيجيه للخلايا المفرز الاف اس اتش والال اتش، لا هو كمحور القندي اللي بين النخامه وبين المبيضين والخصيتين بيخرب هون المحور وبيخليه ما يشتغل مزبوط. إذن ممكن الأطفال يجونا بتأخر وتوقف بلوغ إما بسبب اضطراب المحور القندي أو إنه الورم كبير كتير خرب لي نسيجياً النخامة كلها وعطاني أعراض كتلة. هلأ عموماً هدلولي عند الصغار أو عند الرجال غالباً إنه ما بيكتشف الورم ليكون صار كبير كتير، صار اسمه ماكرو أدينوما. هلأ عند النساء غالباً إنه دغري بينفرز الورم، دغري بينكشف الورم هو وصغير. ليش؟ لأنه مباشرة أول ما بيرتفع البرولاكتين تيجي المريضة بتراجع الدكتورة النسائية إنه أنا إنه صار عنده اضطراب بالطمس، أو بتقول إنه أنا زوجي مثلاً وبيت حماي بدون أولاد وما عم يصير حمل، قلوا لي ليش، نعمل للبرولاكتين بيطلع عالي. مو شرط هلأ مثلاً إنه بيقولوا والله أنا عم تقول المريضة أنا شفت إنه ما عندي حليب بصدري، ما دخل انه ما في حليب بصدرك معناها انه البرولاكتين مو عالي. ما بنعرف قديش التجاوب بين البرولاكتين قديش عالي. مثلا يمكن يكون مريضات عندهم البرولاكتين عالي كتير وما يصير عندهم سر حليب، ويمكن مريضات يكون عندهم عالي شوي صغيره ويكون عندهم سر حليب زياده، ما له علاقه. فلذلك انا ما بروح بفحص المريضه عندها سر حليب ولا لا، انا مباشره بعمل البرولاكتين، واذا ذكرته بيدعمني بس ما انه بينفي. إذن وقد تشكو المرأة بعد الولادة أو بعد الفطام أصدون من عدم عودة الطمس ومن استمرار الحليب رغم الفطام. أغلب المريضات بيكون عندهم انقطاع طمس وممكن أنه يجوا مع سر حليب، بس إذا ما أجوا مع سر حليب ما في مشكلة، لازم أنا عاير البرولاكتين. هلأ كثير من عم يقولوا نص حالات سر الحليب عند النساء مو شرط يكون سبب فرط البرولاكتين الدم، قد يكون سببه داء موضع بالثدي مثل الداء اللي في الكيسي او فرط حساسيه الحلمه. هي المريضه اللي بتقول انه بتكون كثير بتقولوا حنونه، مجرد انه مثلا اخذت ولد وضمته لصدره انه صار في تماس بشكل لو غير مباشر بين حلمة الثدي والبيبي، ممكن انه يعمل فرط حساسية بالحلمة ويصير عند المريضة انه سر حليب. هلا الإصابة القندية بسبب فرط برولاكتين الدم مثل ما قلنا بتنتج، هي كتير مهمة انه بتنتج عن اضطراب وظيفة المحور وليس شرط عن تخرب النخامة نسيجيا. شو الأعراض اللي بتجي فيها المريضة؟ أعراض نقص الاستراديول، جفاف مهبل، عسرة جماع، تخلخل عظام، وأحياناً بعض النساء بتشكو من الشعرانية. ليش؟ لأنه البرولاكتين ممكن بسبب مو معروف بالمئة المئة بيؤدي لزيادة إفراز الأندروجينات من قشر الكزر. هلأ أي مريضة صار عندها كانت عم تاخذ حبوب منع حمل ووقفت حبوب منع الحمل، صار عندها اضطراب طمس او ما اجاها الطمس او انه ما صار عندها حمل، لازم نساوي عيار البرولاكتين. هلا عند الرجال مثل ما قلنا غالبا انه ما بنكتشفه الا بالاوقات المتاخره، بيكون من النوع الكبير اعراضه بشكل قليل، بيجوا مرضى انه عندهم سر حليب. هلا مثل ما عم يقولوا لكم انه سر الحليب عند النساء مو دائما مرضي، مثل ما قلنا احيانا بتكون افات موضعه بالثدي او احيانا بسبب فرط حساسيه الحلمه، اما عند الرجال رجل يجي يقول انا عم يطلع من صدري حليب هي مو طبيعيه ابدا، هي اكيد ندور على سبب مرضي. الصداع عرض شائع لانه هو من النوع الماكرو ادينوما. اغلب المرضى بيجوا انه نقص الرغبه الجنسيه والعناني، إنه الوظيفة الجنسية سيئة من ناحية الرغبة ومن ناحية الأداء. وقد يحدث العقم كمان بسبب نقص عدد الحيوانات المنوية. هلأ أي مريض بيجي بيشكي من مشكلة جنسية قبل ما نقول والله نفسي ولأنه أخوه استشهد ولأنه رفيقه ولأنه تركته خطيبته وتركته مرته، قبل ما نقول أي كلمة
لازم نعاير له بالدرجة الأولى البرولاكتين وبعدين التستوستيرون. قبل ما نقول شغلة نفسية وقبل ما يقولوا بصراحة، هلا أنا خليني أحكي لأنه هذا حتسمعه كتير بالحياة العامة، إنه مثلاً إنه مريض صار عنده عنانة دغري دغري بيقول إنه كاتبين إنه عامل له سحر. هلا هو لا مانع دائماً، لا مانع من الرقية الشرعية أبداً، بس مش كل يعرف بيعملوا رقية شرعية، بيروحوا بيشوفوا لي 60,000 خزعبلي، بعدين آخر شيء بيجون عند الدكتور وبيكون البرولاكتين صار عالي كتير وصار ماكرو أدينوما. إذا أي مريض عنده مشكلة جنسية لازم نعمل له البرولاكتين. هالأعراض مشتركة عند الجنسين الذكور والإناث بزيادة الوزن لأنه له تأثير بناء البرولاكتين. ممكن يجوا المرضى بأعراض نفسية قلق وكآبة، إذا صار قبل سن البلوغ إنه بيعمل تأخر نمو تأخر بلوغ، وأحيانا بيعطيني أعراض تنازل ورمي نخامي مثل اللي قلنا عليهم من قبل، صداع والساحة البصرية تأثر الساحة البصرية. التشخيص التفريقي، إذا أجا مريض عنده أو مريضة عنده برولاكتين الدم، شو لازم نسأل المرضى وشو لازم نحط ببالنا ننفيهم حتى آخر شيء نصار للبرولاكتين وما إنه ورم مفرز للبرولاكتين. أول شيء مريضة طلع عنده البرولاكتين عالي، نسأل أنت حامل؟ خلاص تفسر. مرضع الحمل الأرضاع بيزيدوا البرولاكتين، مص الحلمي كمان بيزيد البرولاكتين، فلذلك بنقول للمريضة أنه بدها تكون قبل بيوم مرتاحة. الشدة النفسية قد تزيد البرولاكتين، النوم المديد ممكن يزيد البرولاكتين، هي كلها أسباب فيزيولوجية. عند حديثي الولادة سواء ذكور ولا إناث ممكن يجوا كمان بزايد عندهم البرولاكتين. الرياضة ووجبة عالية البروتين، هلأ وجبة عالية البروتين هي بيستخدموها النساء من شان إنه كلي وجبة عالية البروتين من شان يتحسن يرتفع البرولاكتين عند المريضة. طبعا ما هيك بتقلبت إلا إنه بتزيد الحليب. العوامل الوطائية، هلأ مرضى مثلا عندهم التهاب الدماغ او ساركوئيد او اورام نخاميه غير مفرزه بس مأسرعه الوطاء او السرج التركي الفارغ، كلهم هدلوله ممكن يجونا بفرط برولاكتين الدم، وغالبا السبب انه ما عم يجي الدوبامين على الخلايا المفرزه للبرولاكتين وما عم يظبطها، فلذلك البرولاكتين بياخذ مجده بينفرز بكميات عاليه. عوامل عصبيه مثل ما قلنا مص الحلمه او الحساسيه المفرطه للحلمه أو الآفات الموضعية، أو أكثر شيء مثلا على أحلى مثال على العوامل العصبية إنه داء المنطقة اللي هو التهاب الأعصاب بالحماق، ممكن إنه المريضة يكون عندها اللهم صل على النبي يعني آفات شو كنا الحلقية، وعم تحكه كتير ومتوجعه كتير وصدره عم يدر حليب كتير، هذا سببه عصبي. العوامل النخامية أشيع سبب هو البرولاكتينوما طبعا بعد الحمل والإرضاع. ممكن يكون ورم مفرز للبرولاكتين، ممكن الخلايا المفرزة للبرولاكتين يكون فيها فرط تصنع، وممكن أن يكون قطع سويقة النخامية اللي قطعت الدوبامين اللي هو مثبط للبرولاكتين. قد يكون من بين التشخيص التفريقية تراكم البرولاكتين، إما بسبب قصور درق بدئي ما عم يستقلب كتير وبسبب هي واحد واثنين إنه بسبب ارتفاع TRH وإله مثل ما قلنا مستقبلات على الخلايا المفرزة للبرولاكتين، بيرتفع TRH بالقصور الدرق البدئي وبيؤدي إلى إفراز البرولاكتين. وعوامل جهازية كمان قلناهم إنه قصور الكلية وقصور الكبد. العوامل الدوائية، الاستروجينات ممكن انه تزيد البرولاكتين بس مثل ما قلنا ما بتسبب سر حليب. مضادات الدوبامين، الادويه النفسيه اغلبهم ادويه نفسيه، الفينوتيازينات ادويه نفسيه، الهالوبريدول ادويه نفسيه، الميتوكلوبراميد هو مضاد الاقياء، هو لانه مضاد دوباميني. السولبريد اللي بيستخدموه كثير للتشنج الكولون العصبي، المورفينات، مثبطات الـ H2 كالسيميتيدين، هلأ انسحب من الأسواق، هذا كانوا يستخدمون يعني لمرض القرحة. هدول كلياتهم ممكن أنه يعملوا عمل مضاد للدوبامين وما يخلوه يصبت الإفراز البرولاكتين، أما البرولاكتين بياخذ مجده بينفرز كتير، وممكن أنه إذا المريضة
مثلا يسبب لها فرط برولاكتين الدم واضطراب طمس، وممكن يسبب لها يعني قلة خصوبة. إذا من أهم الأسباب لفرط البرولاكتين بعد الحمل والأرضاع هو الدوائي، وبعدين ممكن أنه يجينا الورم المفرز للبرولاكتين. التشخيص الاستقصاءات المخبرية، أول شيء بنعمل البرولاكتين، كانوا من قبل يقولوا على الريق، هلأ ممكن أن المريضة تتناول وجبة خفيفة. هلأ قلنا طبيعي من 5 للـ20، إذا إجا بين 20% غالبا هذا يا بيكون سبب دوائي، يا أما سبب قصور باستقلابه وتصريفه، قصور درق أو كلي أو كبد، أو برولاكتين وما صغيرة الحجم. بينما إذا إجانا 100 لـ200 لا، بيكون السبب غالبا ورم نخامي عم يضغط على السويقة وما عم يخلي الدوبامين يصبت إفرازه. إذا كان أكثر من 200 نانوغرام بيكون عندي برولاكتينوما كبيرة. هلأ رح نشوف إنه نحن بالغدد دائما مثلا بتذكروا بمرضى ضخامة النهايات ما عملنا الهرمون النمو بقدر ما عملنا اختبار التصبيط. هلأ بينما البرولاكتين هو الهرمون الوحيد اللي نكتفي بمعايرته القاعدية، يعني من دون لا تصبيط ولا تحريض. أصلاً دائماً الهرمونات الزايدة بنعمل لها اختبارات التصبيط، والقصورات اختبارات التحريض. رغم أنه في عنا اختبارات تحريض مثلاً مثل أنه مضادات الإقياء، أو ممكن نحرض إفراز برولاكتين بالميتوكلوبراميد أو السكر، بس مثل ما قلت لكم ما بنستخدمها بالبرولاكتينوما أبداً. لا بنستخدم معهم لا اختبارات تحريض ولا اختبارات تصبيط. إذا مجرد أنه عملنا تحليل قاعدي من دون تحريض وتصبيط طلع عندي عالي، خلاص أنه لازم نعمل رنين مغناطيسي ونشوف أنه في عندي ورم ولا لا، ظاهر ولا لا، ونراقبه. لازم نعمل دراسة لوظائف الدرق، إن لأنه في بيناتهم علاقة. هلأ الاختبارات الثانية إنه اختبار التحريض بالـ TRH أو التصبيط بالـ L-DOPA، مثل ما قلنا لكم ما بنستخدمها. هلأ الاستقصاءات الشعاعية، بعد ما نفينا الحمل وقصور الدرق، هلأ ممكن إنه نعمل صورة جمجمة جانبية، طبعاً بطلت تصوير طبقي محوري كمان. ما هو المهم؟ الأهم هو التصوير بالرنين المغناطيسي مع التأكيد على الغدة النخامية، مو رنين مغناطيسي عام، لا بدي ياخد لي يعني يعمل فوكس على الغدة النخامية، والأفضل مع الحقن. هلا كل ما كان إنه الرنين يعني حساسيته عالية، ممكن إنه يفرز لنا، ممكن يوضح لنا أورام قطرة أقل من 2 ميلي. بس لكن إذا كانت حساسية الرنين قليلة ممكن إنه ينغفل الورم. هلأ شو هدف المعالجة؟ أول شيء بدنا نرجع البرولاكتين لطبيعته، ثانياً إنه بدنا نعيد الوظيفة القندية اللي أكثر شيء المريض بيجي من شانها، سواء اضطراب الطمس أو إنه العناني. ثاني شيء منشان تخفيف الضغط على التصالب البصري وتصحيح النخامة، المحاور النخامية المضطربة. هلأ العلاج حسب السبب، إذا عنا قصور درق خلاص نعطي التيروكسين، وبعد 6 أسابيع من عاير الالتيروكسين والبرولاكتين لا الاثنين صاروا طبيعيين. الأدوية مثل ما قلنا لكم، أي الأدوية هذول كتير مهمين ورح نجيب منهم أسئلة. شو هي إنه مريضة عم تشكم اضطراب طمس وهي عندها تشنج كولون واخذت سوليبريد، شو اول تدبير لها؟ لازم تقولوا لي اول تدبير انه نوقف السوليبريد منشان المريضه يخف افراز البرولاكتين عندها ويرجع المحور القندي لطبيعته. هلا اذا عندي برولاكتينوما لازم نعطي مقويات الدوبامين، ما قلنا الدوبامين هو مصبت، اذا لازم نعطي شيء يقوي الدوبامين مشان يثبت افرازه من الخلايا او من الورم. وممكن إنه نعمل معالجة جراحية بشروط معينة أو معالجة شعاعية. هلأ إذا كان عندنا ورم كبير أو ضاغط بنعطي أدوية لحتى يصغر الورم، وبعدين إذا ما صغر الورم وضل يكبر ويضرب الساحة البصرية نلجأ للجراحة. من دائما هذا السؤال كتير بيجي،
انه بالاورام المفرزه للنخامه العلاج جراحي دوما، هذا الخيار خطا الا بالبرولاكتينوما. اول خط هو العلاج الدوائي، وبالفعل في كتير مرضى على الدواء بيتحسنوا وما في داعي نعمل لهم شيء. بينما الاورام المفرزه للنهايه ضخامه النهايه، يعني الاورام المفرزه للجي اش هرمون النمو او الاورام المفرزه للكورتيزون، العلاج الخط الاول غالبا هو جراحي. هلا المعالجه الدوائيه اللي هن المقويات الدوبامين، هلا رح نجي على اسمائهم: البرومكريبتين، البيرغوليد، الكويناغوليد، الكادرغولين. هدول الادويه مقويه للدوبامين بتروح بتثبت افراز البرولاكتين من الورم. نسبه الاستجابه للادويه 75%، يعني بنسبه تقريبا تعتبر ممتازه. وهدول الادويه كلهم مشتقات الارغوت، كلهم بيقوي الدوبامين اللي بيثبت افراز البرولاكتين. البرومكريبتين هو كان الدواء الوحيد وهو قديم وشائع جدا الصراحة، هلأ ما كتير بنعطى بسبب تأثيراته الجانبية. هلأ هو آليته أن أول شيء بيقوي الدوبامين المثبت، وتاني شيء بيثبت إفراز البرولاكتين من الورم نفسه. هو رخيص وفموي وقوة تأثيره منيحة، وحتى سيطرته على الأعراض جيدة جدا. بينعطى هو الحبة فيها 2.5، بينعطى 3 مرات يوميا. بس إياكم أنه تعطوا المريضة حب برومكريبتين 2.5 حبة 3 مرات يوميا، بتجي تاني يوم عم تستفرغ وراسة عم يجع وبتقلك خليني طول عمري عندي سر حليب وما تجيني دورة ولا يزجعني راسي بهالدرجة. إذن لازم نبلش فيه تدريجيا مثل ما كاتبين، جرعة البدء ربع حبة غالبا بتنعطى المساء، بعدين منزيده منزيده بس ما يكون أكثر من 4 حبيات باليوم. ممكن ينتعطى عن طريق المهبل وبس الأشياء، هو عن طريق الكم، بس في منه كمان إنه ممكن ينعطى عن طريق المهبل. مساوئه إنه مجرد قطعناه بترجع الأعراض، فلذلك ما بنعطيه لمدة شهر وشهرين، بنعطيه فترة طويلة حتى يتثبت الإفراز بشكل نهائي. مشكلته إنه نصف عمره قصير، لازم نعطيه 2 أو 3 مرات باليوم. أعراضه الجانبية كتير سيئة، وأخص الصداع والغثيان والإقياء والدوار والطني، وممكن أنه يصير عنده ضغط انتصابي، وممكن أنه يصير عنده ظاهرة رينو، وإذا صار عنده عدم تحمل الكحول كتير شغلة ممتازة. هلأ مثل ما قلنا منشان نخفف من شدة الأعراض بنعطي بجرعات صغيرة مسائية، وبنرفع كل فترة وفترة بنرفع شوي، حتى بعد يعني بعد تقريبا شهر أو شهرين لنصل للجرعة المثلى، ونشوف إذا المريض متجاوب عليها منخليه عليها فترة طويلة ومنخفف تدريجيا. الكابرغولين نصف عمره طويل، بينعطى أهلهن بالعادة بيعطوها نص حبة 2 بالأسبوع، يعني نص حبة مساء الاثنين نص حبة مساء الخميس، بينعطى عن طريق الفم. هلا شلون بنعرف إنه المريض تحسن ولا لا؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كيف نعرف إنه المريض تحسن ولا لا؟ بعد أسبوعين لثلاث أسابيع بنرجع بنعاير برولاكتين المصل، منلاقي نزل الأرقام كتير منيحة وقد ينزل الطبيعي، وحتى إنه بعد هاي بعد 3 أسابيع ممكن ينزل للطبيعي، ويمكن بعد شهرين أو 6 شهور، بعد شهر ونص لست شهور إذا عبنا المرنان نلاقي هالورم اللي كان واضح قبل بمرة إنه صغير كتير. هلا هو فائدته بالميكرو أدينوما أكتر من الماكرو أدينوما، حتى ولو بالماكرو أدينوما بيصغر حجمه، وحتى أنه إذا بدنا نفوت عليه جراحياً أنه بيكون ورم صغير وما بنضطر للتخريب الأكثر. إذن العلاج الدوائي كتير مهم، ينزل مستويات المصل خلال أسبوعين، مستويات البرولاكتين المصل بينزلها الطبيعي خلال أسبوعين. أحياناً أنه بيروح الميكرو أدينوما بنسبة 95%. مدة العلاج بالنسبة للذكر مدى الحياة، أما للنساء ممكن عند سن اليأس ممكن نوقف العلاج. هلأ مريضة عم نعالجها والبرولاكتين عم ينزل قليلا قليلا،
عم نعمل الصورة عم نلاقي الورم بحد قد حجمه أو لساته عم يكبر، أو إنه حتى ضرب للساحة البصرية، هون ساعتها ما بنستنى أكثر من 3 شهور دغري بنلجأ للجراحة. هلأ الجراحة بتتم عن طريق الأنف، بفوت الجراح لأنه شفته عبر الأنف، بعدين عنا الجيب الوتدي فوق مباشرة القاعدة السرج التركي والنخامة، يعني طريقه كتير سهل عن طريق الأنف، يعني بيختصر الوقت كتير. هلأ المشكلة إنه عم يقولوا لكم إنه بالجراحة بالنسبة للميكرو أدينوما يعني نتائجها مثل نتائج معالجة الطبية، فلذلك ليش لحتى لا إنه خلي المريضة تفوت لعمل جراحي، بس في ناس ما بيحبوا ياخدوا أدوية أو تأثيرات الجانبية غليظة بيقول لك لا بدي أعمل جراحة وريح راسي، نفس عم يقولوا نفس النتائج. بس بالنسبة للميكرو أدينوما للأسف إنه نسبة نجاحها قليلة، نص لربع لنص الحالات فقط. إيه شوية استطبابات الجراحة هي مهمة، إنه المريض عنده تدهور بالساحة البصرية وعطيناه أدوية وخلال 3 أيام ما تحسن، 3 أيام أو 4 أيام لازم نلجأ للجراحة. المريض ما عم يتحمل الدواء مثل ما قلنا، ما له متحمل الدواء ممكن نلجأ للجراحة. إذا في عندي سيلان سائل دماغي شوكي معناها في عندي أذية بهالمنطقة، لابد من إنه نعمل جراحة ونصلح التخريب، رغم إنه هو ورم غير خبيث على فكرة. هلا ظهور مقاومة للدواء، يعني الدواء ما عدته ينفع، ومثلا إنه مريضة صغيرة عمرها 18 سنة وبدها تضل هيك لحتى يصير عمرها 50 سنة أنا عم بعطيها الدواء، لا نساوي لجراحة انتقائية للورم النخامي وخلاص. أو إذا صار عنا نخرة حادة بالنخامة، هي حالة إسعافية لازم نلجأ للجراحة. هلأ بالنسبة للأشعة إمتى بنستخدمها؟ إذا مريض ما تحمل المعالجة الطبية وفشلت الجراحة، أو إنه ما بنقدر نساوي للجراحة، بس أبداً مو هو العلاج رقم واحد. هلأ كيف منتابع المرضى اللي شخصنا لهم برولاكتينوما وعطيناهم أدوية، كيف منعالجهم؟ كيف عفوا منتابعهم؟ منعاير البرولاكتين بالشهر الأول وبعد 3 شهور 6 شهور 12 شهر هيك ليصل للحد الطبيعي، بعدين كل سنة بسنتة منعاير مرة واحدة. هلأ الرنين المغناطيسي خلال المعالجة بعد 3 شهور وممكن نعيده بعد 8 شهور وبعد سنة. هلأ بدنا نحكي شوي عن البرولاكتينوما، إنه مريضة مشخص لبرولاكتينوما وصار عندها حمل، أو إنه عندها برولاكتينوما وحملت وهلأ عم ترضع، في أسئلة بدنا نجاوب عليها، وعندها المريضة برولاكتينوما وخايفة تحمل لأنه مرتين صار عندها حمل غير مخطط له، شو بدنا نعمل بمانعات الحمل. هلأ هون عم يسألوك إنه هل كل سيدة مصابة بورم مفرز البرولاكتين هي سيدة عقيمة؟ هلأ قلنا لا، لأنه حسب هلأ رح يجينا التفسير. في عنا المريضة عندها دائما زيادة برولاكتين، بس ممكن تصير عنا ظاهرة الهروب، يعني مثل إنه المحور النخامي قوي كتير، المحور النخامي القندي قوي كتير وقدر يهرب من البرولاكتين ويعمل لي دفقة FSH و LH ويصير إباضة، وصار عنا إباضة وصار عنا حمل. إذن مو شرط إنه كل مريضة عندها برولاكتين عالي أو ورم مفرز البرولاكتين إنه ما تجيب أولاد أبداً، لا ممكن إنه يصير حمل، أو أصلاً أحياناً إنه تكون هي بتعت على حالة ما لها حامل، نعطيهم الأدوية بعد شهر شهرين بينزل البرولاكتين بيتحسن المحور القندي النخامي وإذ بيصير عندهم حمل. هلأ مثل ما بيقولوا هون إنه التحريض النفسي والعاطفي أحياناً بسبب ظاهر الهروب والإباضة، هاي مثل بيقولوا إنه رعبة فكت رعبة، أحياناً إنه إيه إنه مثلاً إنه كان عندها برولاكتين مثلاً عالي، مات أبوها، زعلت كتير وبكيت كتير وكذا، مع إنه كان البرولاكتين عندها، بس بهالشدة النفسية صار عندي ظاهرة الهروب والإباضة وصار الحمل. بتصير يعني عن جد أنا سمعتها. هلأ بالنسبة لمريضة عندها ماكرو أدينوما أو ميكرو أدينوما وحملت،
هلا اذا عندها ميكرو ادينوما في نوقف للدواء مشان ما يصير علينا ما مشان نخفف ادويه على الحامل وما يصير عندها تشوهات. بالميكرو ممكن نوقفه بس بالماكرو ابدا ما بوقفه. هلا بالنسبه للمرضى الماكرو ادينوما بننصحها انه لو عم نعالجها ويرجع البرولاكتين طبيعي بس من الا ما يصير حامل ابدا قبل ما نسيطر تماما على الماكرو ادينوما لانه احتمال بخلال الحمل يكبر اكثر وممكن انه يعملنا نخله نخامه. هلا كيف بنراقبهم؟ عن طريق المعايره او هلا المعايره لا مو شرط البرولاكتين لانه هو بطبيعه الحال حيكون عالي. بنراقبهم بالساحه البصريه وبالرنين المغناطيسي. هلا مثل ما قلنا مو شرط نعاير لهم البرولاكتين لانه بطبيعه الحال هو بيكون عالي. بس اكثر شيء منشان انه نسالها هل زايد الصداع، بنفحص لها الساحه البصريه انه هل كبرانه، وممكن انه نعمل لها كل فتره رنين مغناطيسي نتاكد انه الورم تحت السيطره. هلا مثل ما بتعرفوا بطبيعه الحال بالحمل بيزداد البرولاكتين 20 ل 30 ضعف، يعني عند مريضه حامل قد يكون 600 نانوغرام يعني رقم عالي بس هي حامل خلاص بتبرر. والنخامة بتعرفوا انه بيزيد حجمه وبتزيد ترويته بشكل فيزيولوجي. المريضة صاير عندها اضطراب بالساحة البصرية حصرا دغري لازم ابعتها على المرنان منشان نشوف شو وضع الورم. هلا شو اذا المريضة عندها حمل وعندها ورم مفرز للبرولاكتين شو ممكن يصير عندها اعراض؟ ممكن انه تصير يزيد وزنها اكثر من غيرها من قريناتها. ليش؟ لانه البرولاكتين مثل ما قلنا هو بناء بيزيد الوزن. ممكن انه يزيد حساسيه مستقبلات الاشعار الاندروجينات الطبيعيه والمريضه تصير كثير عندها اشعار خلال الحمل. ومثل ما قلنا غير انه زياده استجابه مستقبلات الاشعار ممكن انه البرولاكتين بآلية غير معروفه يؤدي لأفراز السيرويدات القشرية والأندروجينات من قشر الكظر. هلأ خطورة الأدوية المستخدمة بالعلاج على الجنين، هلأ عموماً أنه بالشهر الأول مثل ما بتعرفوا قانون الكل أو لا شيء غالباً أنه الدواء سليم بالشهر الأول. في دراسة ساووها لقوا أنه المريضات اللي أخذين علاج بمشابهات الدوبامين مثل الكابرجولين انه لقوا 10% تقريبا بصير عنده اجهاد عفوي، 1% تشوه كبير، 2.5% تشوه صغير. يعني ما كتير بيفرق عن انه خاص بالنسبه للتشوهات ما كتير بيفرق عن الناس العاديين. هلا الكريبتين يعتبر من الفئه بي بالنسبه للادويه والحمل. الارضاع مريضه عندها ميكرو ادينوما بنخليها ترضع، ولكن انه اذا مريضة عندها ماكرو ادينوما ورم كبير ما بنخليها ترضع. ليش؟ لانه بتعرفوا مجرد انه البيبي مص الحلمة ممكن انه يزيد افراز البرولاكتين ويحرض الخلايا المفرزة انه تكبر وتفرز اكثر، فلذلك ما بنخليها ترضع مريضة الماكرو ادينوما. هلا لازم انه المريضة اللي عندها برولاكتينوما اذا بدها تمنع الحمل افضل شيء انه تاخذ الموانع الحمل الميكانيكيه او البروجسترونيه او الاستروبروجسترونيه، اما اللي فيها فقط استروجين ممنوعه. حالات سريريه هلا مريضه عندها برولاكتين دم عالي ودورتها تقريبا كل 40 يوم بتجيها، وهي بس انه جايبه 3 اولاد مثلا من قبل ولا ما عاد بدها اولاد، خلص الا ما في داعي تتعالجي. الورم صغير ميكرو وانه الدوره مقبوله يعني كل 40 يوم بتجيها وانه هي ما بدها انجاب، خلص ما بنعطيها ادويه ابدا بس بنعطيها فيتامين د وفوسفونات منشان الوقايه من تلقق العظام. بينما عند الذكور لا ما بيمشي الحال، لازم نعطيه الدواء منشان الوظيفة الجنسية. هلا الحالة تانية إنه ذكر عمره 15 سنة بس عمره الجنسي 13 سنة، إنه السماء أبلغ، إجا الولد بضخامة ثدي أيمن مع خروج قيح.
هلا الثدي اليسار سليم ما في شيء. هلا لازم نعرف انه وقت ببلش البيوع عند الذكور ممكن انه يسدد عندهم شويه تسدي، بيتضخم الثدي شوي، وهذا الشيء طبيعي وما له ما في داعي لعلاجه، واخص المرضى البدينين. المرضى البدينين ممكن انه يجوا بتسدي حول البلوغ، بيتوضع الشحم اكثر بمنطقه الثدي، بيفكروا اهله انه عنده ثدي كامل. هلا هذا المريض اذا عنده زياده البرولاكتين بتروح وبتيجي بقال امه بتفحص له الثدي انه عم يكبر ما عم يكبر، عم يطالع حليب ما عم يطالع حليب، اما بنلاقي عنده زياده بالبرولاكتين. هلا خلصنا واخيرا الحمد لله من البرولاكتين. هلا بدنا نجي على داء كوشينج وليس متلازمه كوشينج. متلازمة كوشينج هي أي زيادة إفراز الكورتيزونات بالجسم، من داخلي خارجي، منشأ حقيقي من كظري نخامي، من ورم سرطان ثدي، سرطان رئة، أي زيادة بالكورتيزونات بسميها متلازمة كوشينج. وأما داء كوشينج شو هو؟ هو ورم مفرز للأسيتاتش في الخلية، في الغدة النخامية بالذات. هذا كتير مهم. ها عم يحكوا لنا كيمياء حيوية مين هو الأسيتي أتش، بس بدنا ننتبه لشغلة إنه هو يشتق من هرمون كبير يدعى البرو بيوميلانوكورتين. هذا الكلام بس بدي أقولكم عليه إنه هو طريقة لمجموعة من الهرمونات بيتا أندروفين. على فكرة بتعرفوا مثلا أحيانا الكورتيزون بيخفف الألم ومضاد للالتهاب، بس أكثر شيء إنه بيخفف الألم. ليش؟ لأنه بيتقاطع مع البيتا أندروفين والأسيتي أتش والموجهة الميلانينية. فلذلك كل مرضى اللي عندهم زيادة أسيتي أتش بيكون عندهم غماءة بجلدهم. ثواني من بعد إذنكم. طيب حكينا عن الأسيتي أتش إفرازه منون بيفرز؟ يفرز بشكل نبضي كل 15 دقيقة مع تبدلات ليلية نهارية. إمتى بتكون ذروتها وإمتى بتكون انعدامها؟ ذروتها بتكون قبل الفجر مباشرة، وبينعدم هي الإفرازات النبضية بتقل تواترها وبتقل ساعتها بمساء 11 بالليل. فلذلك كمان كتير مهم إن نقول للناس اللي بدهم يعيشوا حياة صحية ناموا بكير فيقوا بكير، عايشوا الحياة الرتم الطبيعي للهرمونات وللحياة الطبيعية. يعني إنه بيصير ما يعني إفراز، يعني شلون بدي لكم، بيصير إفراز متناسق وبدرجة كتير حلوة وقت بيكون المريض مصلي العشاء ونايم وفايق قبل الصبح. يعني بالفترة اللي بيكون فيها إفراز الهرمونات قليل وبيكون هو قاعد ونايم ومرتاح ومسترخي، وقت بيصير النشاط وقت تتوزع البركات مثل ما بيقولوا، بتتوزع الأرزاق حوالين صلاة الصبح وعلى صلاة الصبح، بيكون هو عم يتعايش وعم يستفيد بالمية مية من ذروة إفرازاته الهرمونية. تنظيمه، مين بينظم إفراز الأسيتي أتش؟ اثنين شغلتين، الفازوبريسين والعامل الوطائي المحرض للكزر أو القشر الكزر. بيزداد إفرازه بإعطاء الميترابون أو الاستجابة للشدة. أنتوا بتعرفوا الأسيتي أتش هو من هرمونات الشدة، بيزيد وقت المريض بيلعب رياضة، وقت بينقص سكره، هذا هرمون شدة. عند المرضى الجراحة بيزيد الأسيتي أتش، فلذلك بيرتفع. عند المرضى المؤهبين للسكر بيزداد السكر، بيزداد الأمراض العامة والاكتئاب. هلأ خليني بهالفقرة أرجع أركز، مثلا مريض عم يزداد الأسيتي أتش بشكل فيزيولوجي، بينما المرضى يلي ما عندهم هرمونات شدة
مجرد انه قربوا بيفرطوا فرط. فلذلك بنقول لهم للمرضى اللي بياخذوا الكورتيزونات او اللي عندهم قصور قزر او عندهم لازم ايام الشده ايام القريب ايام الاسهال لازم ينتبهوا انه يضاعفوا الجرعه. واذا المريض عنده اقياء او اسهال ما بيقدر ياخذ الجرعه الفمويه من الكورتيزون لازم ياخذها بشكل وريدي. بيتصبت افراز الاسيتي اتش بالستيرويدات القشريه سواء المفرز من الكزر او الخارجيه. اهم وظائفه انه بالمحور الكزري بيركب الستيرويدات القشريه والجنسيه بقشر الكزر. خارج الكزر له فعاليه مضاده للالتهاب والتحسس، بتعرفوا انتم هذا الشيء. هلا فرط الاسيتي اتش كيف بيجي؟ هي من وين بينفرز الاسيتي اتش؟ من الخلايا المحبه للحامض ام الكارهه للصباغ؟ بينفرز هذا من النسج، بينفرز على حساب الخلايا النخاميه الاساسيه. غالبا بيجي من نوع صغير ميكرو ادينوما، بس المشكله انه صعيد صغير بس وعلى بطء بيغير كثير بتركيبه المريض. هلا هو غالبا انه بطيء السير وبيجوا عند النساء اكثر من الرجال. مظاهره الكل بيعرف مريض كوشينج انه المريض بداني جذعيه، يعني بطنه وصدره سمان، بس بتلاقوا اجرين مثل اجرين النعامه نحاف ما فيهم عضلات ابدا. الوجه مثل وجه القمر الوجه البدري، بس للاسف هيك معبي ما حلو. باعلى الظهر تحت الرقبه مباشره على النقره في سنام، هذا مليان شحم. تشققات أرجوانية، سهولة تكدم الجلد. المريض بسبب تحت تأثير الكورتيزون بينحلوا العضلات مثلا تبعات الطرفين العلويين أو الطرفين السفليين. بصير مريض بيقول لك ما لي أدران أنه أطلع على درج، كتير بتعب بسرعة، وممكن يصير عنده ضغط وشعرانية، وممكن يؤدي لانقطاع الطمس عند النساء. كيف من شخصه؟ هلأ بصراحة هون للأسف كتير بالسلايد مخففين من كيفية تشخيصه، يعني هو أنا بعرف في خوارزمية لتشخيص لداء كوشينج. المهم إن هون بالدرجة الأولى عم يتأكدوا إنه في زيادة بكورتيزون الجسم عن طريق معايرة الكورتيزول ببول 24 ساعة، وهلأ صار في عندي معايرة الكورتيزول من اللعاب. يعني ما بعرف كتير هذا السلايد بصراحة قديم. معايرة الأسيتي أتش بالمصل بيلاقوا عالي، بيعملوا اختبار التثبيت بالديكساميتازون. في عندي اختبار تثبيتين، واحد باثنين ميلي جرام بأكد انه عندي، اذا ما اذا تثبت بيدل على انه في عندي ورم مفرز للأسيتي أتش. هلأ بعدين عنا ممكن انه نساوي مرنان للنخامة مثل ما قلنا هم مال بالدرجة الاولى مثل البرولاكتينوم علاج دوائي، لا بالدرجة الأولى جراحي واستئصال الورم عبر الأنف عن طريق الجراحة العصبية. هلأ الأورام الصغيرة نسبة النجاح فيها كتير ممتازة تقريبا 85%، بينما بالأورام الكبيرة للأسف أقل من 25%. هلأ أنا ما سمعت والله ولا مرة إنه مريض عنده فرط كورتيزول يروحوا بيقيموا له الكزرين. هذا كتير بتنسألوا عنه، انه حتى بالاسئله الامريكيه والعالميه بيسالوكم عن انه مريض عنده فرط كورتيزول راح يستأصلوا له الكزرين. وقت بيستأصلوا له الكزرين انه كانوا شاكين بفرط نشاط بالكزر، تنسج او ورم مفرز، راحوا قاموا الكزرين. هلا الكزرين راح من عندهم الكورتيزون، ما عاد صفي شيء بيثبت الاسيتي اتش. اما الاسيتي اتش بيزيد كثير بسبب عنا تنازل نيلسون، اللي هو بيكون أسيتي أتش عالي بسبب زيادة تصنع الخلايا المفرزة للأسيتي أتش. والمريضة بتجي لون غامق كتير. هلأ التشخيصه عفواً أنا لا بس في شغلة غلط فيها، إنه هو مريض داء كوشينج قال من هلأ مو هو داء كوشينج في عنده أسيتي أتش عم يبعث للكزرين إنه يشتغلوا. يعني شوفوا على الحل إنه بيقولوا لهم قيموا الكزرين. أنا آسفة قلت إنه بسبب ورم مفرز للكزر أو عفوا إنه ورم كزري مفرز أو فرط نسج، لا عفوا إنه غالبا إنه بيكون عندي ورم نخامي مفرز للأسيتي أتش اللي هو داء كوشينج،
بيستأصلوا الكظرين مشان ما يتشكل الكورتيزونات، إما بصير عندهم نيلسون تنازل نيلسون بيجي المريض غامق كتير. وشغلة تانية إنه الورم قد يكبر وبيسبب توسع سرج تركي وبترتفع قيم الأسيتي أتش. هلأ خلصنا من داء كوشينج، هلأ بدنا نجي على الأورام المفرزة النادرة. من بيناتهم إنه الأورام المفرزة للحاسة الدرقية وغالباً بيجي بشكل ماكرو أدينوما. هلأ المريض هذا بيصير عنده فرط نشاط درق، إنه بس مو مثله مثل داء جريف اللي رح نيجي عليه وقت ما ندرس عن الغدة الدرقية. داء جريف هو مرض مناعي ذاتي، بيجي بسلعة كبيرة، بيجي بجحوز، بيكون عنده فرط نشاط درق شديد. بينما هدول المرضى لا، انه الـ TSH بيقول لها الغدة الدرقية افرزي افرزي وهي بتتأفرز معه شوي، بس مو مثل داء جريف. اذا في عنا فرط نشاط درق معتدل وما عندي علامات الاعتلال العيني والعضلي الموجودين بجريف، وهذا بيكون جراحته عبر الانف. هلا هون عم يقولوا لكم انه اجى لعندكم مريض TSH عالي والاف تي 4 عالي، تمام؟ ال TSH اذا الطبيعي من نص ل 4.5 هو كان 5، والاف تي 4 اذا الطبيعي من 0.8 لل 1.8 كان عندي الاف تي 4 3. كيف بتفسروها؟ هلا اول شيء بنقول للمريض شو عنده المريض؟ عنده امساك وبريد وبطء قلب ويعني بارد، حركاته بطيئه. اذا المريض شكله قصور درق. اذا هون ال TSH 5 في على عنده قصور درق، بس ال FT4 لازم تكون نازله. هون في عندي مقاومه لل FT4، هذا بنسميه قصور درق رابعي، طبعا قليل هذا. بينما اذا المريض عنده اعراض فرط نشاط درق، هذا نحن قدام حالتين، اما الحاله الاولى ورم نخامي مفرز لل TSH وبنعمل رنين مغناطيسي بيطلع عنا ورم ومنعالجه جراحيا، او بيكون عندي مقاومه انتقائيه لهرمون الاف تي 4، يعني انه هو بياثر محيطيا الا انه ما عم يقدر يعمل التثبيت الراجع على المستقبلات المركزيه بالنخامه، وبصوره الرنين للغده النخاميه بتكون طبيعيه. في عندنا احيانا اورام مفرزه للاف اس اتش ال اتش، اما احدهما او كليهما. هلا هذا غالبا انه ما بيجي اما باعراض انه ورم كبير وعامل اعراض صداع وانضغاط على العصب البصري، الا ودائما بينكشف بفترات متاخره كثير، الا اذا صار عند المريضه صغيره قبل 2 سنوات سواء ذكر او انثى، بيعطينا اعراض بلوغ مبكر. هلا الملاحظات اللي عم يقولوا لنا اياهم انه العرض الرئيسي البرولاكتينوما عند الاناث اضطراب الطمس عند الذكور عناني، وقد يجي بورم كبير كتير، أعراض عامة للكتلة النخامية اللي هو صداع وتحدد الساحة البصرية. أشيع الأورام النخامية هو البرولاكتينوما، بعدين ضخامة النهايات. أشيع السبب للتسدي عند الذكور هو قبل ما نقول إنه سبب سببه برولاكتين أو سبب ورمي أو كذا، سبب الدوائي مثلا مثل المريض عم ياخد سبيرنولاكتون هو مدير بول، أو ألفا ميتيل دوبا خافض ضغط، ديجوكسين، داماتيل تستستيرون. هلأ النخامة العصبية، رح نحكي عن النخامة العصبية. مثل ما قلنا هي نخامة ليست غدية، إشارتها إشارة عصبية وليست إشارة غدية، حتى بالمنشأ الجنيني من الوريقة الخارجية وليس من الوريقة الداخلية. هي خزان للهرمونات يلي بتحملهم من الاستطالات العصبية الواردة من النواة جانب البطينية وفوق البصرية. في عندي هرمونين بيبتيديين مهمين، هو الهرمون المقبض للأوعية أو المضاد للإبال الفازوبريسين ADH Antidiuretic هرمون، والثاني هو المسرع المخاض الأوكسيتوسين. بيشبهوا بعض كتير، بيختلفوا عن بعض بس بحمضين أمينيين. إذا النخامة العصبية هي خزان وليست مفرزة للهرمونات. إذا هي عفوا تفرز الهرمونات ولا تنتجها. مين اللي كان بينتج هاي الهرمونات؟ هي هرمونات عصبية جاية من الاستطالات العصبية. هلا أول شيء رح نحكي عن الهرمون المضاد للإبالة أنتي ديوريتيك هرمون.
لو كان الإنسان ما عنده هذا الهرمون كان لازم يكون دائما مركب ورا ظهره خزان مي، بيشربه بيبول، بيشربه بيبول، بيشربه بيبول، يعني مثل واحد جاب برميل مازوت عباء مازوت وإذا بيلاقيه فاضي شو بيصير؟ بيجن جنانه. وسبحان الله كان ما حدا بيقدر يسافر، ولا حدا بيقدر يروح على الجامعة، ولا حدا بيقدر يروح على الحفلات، لأنه يلا عم يش جايب معه بدون، جايب معه بدونه، ويمكن ودائما بيروح جاعت والد. سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. إذا هذا الهرمون شو وظيفته؟ توازن الماء في الجسم، ما له علاقة بالصوديوم، ما له علاقة بشيء، بس بيزيد عود امتصاص الماء من وين؟ من الأنابيب الكلوية البعيدة. هل بيزيد عود امتصاص الماء من الأنابيب القريبة؟ لا، بس من الأنابيب البعيدة. يعني إذا إجا إذا بالأساس ما إجا للأنابيب الكلوية البعيدة مي، ما إجاها ماء كتير، وما كان في عندي الهرمون المضاد للإبالة، ما في عنا مشكلة. هلأ رح نوضح، عفوا رح نوضح هلأ تماما بالفقرة اللي بعدها. هلأ مو بس هو كمان إنه الهرمون مضاد للإبالة، وبنفس الوقت هو فازو بريسين. شو يعني فازو؟ أوعية. بريسين مقبض للعضلات الملس بالأوعية والأمعاء، بيحرض إفراز الأسيتي أتش ويزيد إنتاج الستيرويدات. هلأ العوامل المنظمة له بالدرجة الأولى الضغط الحلولي للمصورة. هل ماء البلازما متناسب مع العناصر الموجود فيها؟ هو كتير ولا قليل؟ يعني هالدم كتير مكثف ولا كتير مدد؟ هلأ إذا كان الضغط الحلولي للمصورة عالي بيزيد، إذا كان الضغط الحلولي للمصورة زايد كتير شو بيصير؟ بيزيد إفراز الهرمون المضاد للإبالة منشان يوفر لي شوية ميات يرجعون للجسم منشان يتمية، ما يضل الصوديوم تركيزه عالي، البروتين تركيزه عالي لأنه المي خفت والتراكيز صارت عالية. لا، بيجيب المي أما بصير تراكيزهم مقبولة وبيرجع الضغط الحلولي الطبيعي. هالعوامل أخرى تزيد إفراز الأدي أتش، الخوف، الألم، الجهد، الحرارة، المورفين، الإتر، هدول كلياتهم بشو؟ بيخلوا المريض يعني ما يبول زيادة. بينما مثلا انه مريض اخذ برد، ليش بيصير عنده رايح جاي عتواريت؟ بيقول والله اخذ برد. ليش؟ لانه له عمل، له بينقص افراز الادي اتش، بيصير المريض يا اما يعني بيصير بيبول كثير بعدين بيعطش انه بيرد بيشرب مي. الأكسيتوسين بالمخاض بيقبض عضلات الأعضاء التناسلية وبيسرع المخاض، بالإرضاع بيقبض وبيساعد بخروج الحليب من الثدي. مثل ما قلنا إنه ارتفاع الضغط الحلولي المصورة صار بدنا مي أكتر مشان يتميه، والتراكيز العالية بيسبب ارتفاع الأدي أتش. أما ارتفاع الحجم إنه صار في عندي بقلب الأوعية الدموية مي كتير، أما بسبب انخفاض الأدي أتش ومنشان يروح شوي من الحجم منشان ما تنفجر الأوعية فيهم. هلأ الكورتيزول مثل ما هلأ هاي الفكرة اللي بنقولها إنه الكورتيزول هو الهرمون المسؤول عن تصفية الماء الحر بشكل أساسي، إنه هو اللي بيبعت المي لبرات الجسم، بينما الأدي أتش هو المسؤول عن ترجيعه من أنابيب الجامعة النهائية بالكلية ليعيد امتصاصه للدم. هلأ فلذلك شو عم يقولوا؟ إنه هاي الفكرة اللي كنا بدنا نقولها. لذلك وقت بيكون مريض عنده قصور نخامة شامل، فلذلك ما عنده كورتيزول. هلأ ما بيصل هلأ الكورتيزول صفى الماء الحر، هو ما بيصفي المي. هلأ ما لا الكورتيزول ما له موجود، ما صفى المي، ما راح مي كتير على أنابيب الجامعة، فلذلك بيقنع غياب الكورتيزول بيقنع أعراض عواز الأدي أتش. ليش؟ لأنه ما وصل له مي الكورتيزول، غيابه ما خلى المي توصل للأنابيب الجامعة البعيدة منشان محل ما بيشتغل الأدي أتش، يعني نزع عليه شغله. هلأ أمراض النخامة العصبية في عنا البيلة التافهة والسياد اتش. حنحكي يعني البيلة التافهة إنه المريض هي الهرمون المضاد للإبالة. البيلة التافهة إنه المريض ما عنده أدي اتش، فلذلك شو بيصير؟
رايح جاي عم يشرب ويبول ويشرب يبول ويشرب. إذا أول شيء بيتظاهر ببوال غزير ناقص حلولية، يعني عم يبول مي يعني، ومع قليل من الكرياتينين مع قليل من الصوديوم عم يبول مي، ويليه سهاف شديد. البوال غالبا إذا مريض ما عنده ADH بيكون عنده البوال ليلي نهاري أول شيء، والبوال بيظهر أول واحد بيكون البول ناقص لكثافة مثل ما تكون قريب من كثافة المي، قد تصل أحياناً لعشرين لتر باليوم. هلأ السهاف بيجي بعد البوال والمريض ما بيرتوي، بيشرب مي، بيفتح الثلاجة بيشرب مي بارد كتير وما بيرتوي، حتى بيفيق بالليل بيفوت على التواليت وبيشرب مي وهكذا. بس حالته العامة مو يعني، بس إنه مثل ما قلنا لكم بده خزان فوقه وتواليت قدامه، يشرب ويبول يشرب ويبول، بس حالته العامة جيدة يعني ما عنده مشاكل إنه هيك خطيرة. على فكرة شباب يا ريت حدا أنا عم بحكي مع حالي ولا في حدا عم يسمعني؟ معك دكتورة، معك. أي الحمد لله، طمنتني الله يجزيكم خير. أنا يعني بصراحة كتير متضايقة بالإعطاء الأونلاين، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا شكرا محمد انك اعطيتنا تلقيم، انك تلقيم راجع انه انت حدا عم يسمعنا. ان شاء الله تكونوا عم تفهمونا بس مو بس عم تسمعونا. هلا اهلا وسهلا بك الهلا. هلا البيله التافهه قد تكون بيله تافهه مركزيه، يعني سبب انه النخامه العصبيه ما عم تنتج الادي اتش، اما بسبب بالنهايه الاستطالات بالنخامه العصبيه، أو السويقان قطعت، أو الوطاء بحد ذاته ما عاد أفرزهم بسبب أي مشكلة، أو أحياناً بتكون بيلة تافهة كلوية. لا أنا عندي ADH بس أما الكلية ما بترد على ADH، تقول له ما لك شغل عندي. هلأ الأسباب المركزية إما بسبب أورام، أو بسبب آفات حبيبومية، أو أورام نخامية كبيرة خربت معها النخامة العصبية، طبعاً هذا شيء نادر، أو مثل ما قلنا آفات ضاغطة بمستوى السويقة بسبب ردود رأس. على فكرة أحياناً ردود الرأس الشديدة قد تسبب عندي بيلة تافهة، وقد تسبب عندي كسور قاعدة الجمجمة بتسبب بيلة تافهة، بينما هلأ الردود الرأس الثانية ممكن أنه لا تسبب إفراز غير ملائم للآدي أتشل بيمرق معنا، قد تكون أسباب مناعية أو مجهول السبب. هلأ المحيطية آفات كلوية مزمنة، اضطراب شوارد، نقص البوتاسيوم بيخلي المريض يبول كتير، ارتفاع الكالسيوم كمان بيسبب عند المريض بوال. إذا إجانا مريض عنده بوال وسهاف، شو لازم نحلله يا شباب؟ لازم نحلله السكر، لازم نحلله كثافة البول نشوف قديش، لازم نشوف البوتاسيوم، ولازم نشوف الكلس. هدول كتير مهمين. أي مريض إجانا يشتكي من بوال وسهاف غالبا هن بيطلعوا مرضى السكريين. هلأ مرضى فقر الدم المنجلي ممكن يسبب النبيلة تافهة كلوية المنشأ، تنازر جوغرين، الداء النشواني. بالفحوص العالمية كتير بيسألوكم إنه مريض نفسية عنده اضطراب مزاج ثنائي القطب، عطينا ليتيوم، هيك بيجي السؤال بالضبط، عطينا ليتيوم، المريض إجا يشكو من بوال وسهاف، بيعطوكم تحاليل، من بين التحاليل اللي بيعطوكم إياها إنه كثافة البول قليلة، وبيقولوا لكم إنه أو عملوا له تحليل أو بيعملوا له اختبار الحرمان ما استفاد منه، شو السبب أو شو التدبير؟ هو إيقاف الليتيوم. عن جد سؤال هيك تماما بيجي. التشخيص التفريقي مثل ما قلنا، السكري، النشواني لأنه بيكون عم ينفرز بروتين وبيروح معه المي، أمراض كلوية، فقر دم منجلي، اضطرابات شاردية اللي هو نقص البوتاسيوم وفرط الكلس. هلا لتشخيص البيلة التافهة المركزية والمحيطية بنلجأ لاختبار الحرمان. هلا مريض بنقول له من عند الصبح لا ياكل ولا يشرب، وبنراقبه بنخليه تحت عيننا بالمشفى، بنراقبه تقريبا شيء 8-10 ساعات. هلا كل ساعة على ساعتين ناخذ عينة من البول وعينة من المصل، من قيس الأوزمولية. هلا عند الناس الأسوياء، الناس الطبيعيين، الأوزمولية البول شو بيصير فيها؟ بترتفع كتير، يعني بصير بيتكثف 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 البول. ليش؟ لأنه الآدي أتش عم ينفرز بشدة، ما عم يخلي الماء من الأنابيب الجامعة البعيدة تنفرز، بيرجعها للجسم
فلذلك بيجي البول لونه غامق ومكثف، وبتضل أوزمولية المصل بتحاول قدر الإمكان إنه تحافظ على أوزمولية طبيعية عند الناس طبيعيين مثل الناس اللي بيصوموا مثلا. عند الناس اللي بيصوموا إنه بالفعل بعد المغرب مثلا بعد الظهر ما عاد بيبولوا أبدا، وبس لحتى يروحوا يتوضوا لصلاة المغرب يا دوب بيبولوا كمية قليلة كتير وغامقة كتير. الكل بيعرف هذا الحكي مو حاجة. هلا هدول المرضى، هدول الناس الأسوياء، هلا هدول المرضى بعد 8 ساعات وقت بتكون أزمولية البول صارت عالية كتير وأزمولية المصل بلشت ترتفع، بنعطي ADH. وقت بنعطي ADH ما بنرجع بنحلل أزمولية البول وأزمولية المصل بنلاقي أزمولية البول ما بتتغير. ليش؟ لأنه بالأساس عندهم ADH شغال بالمية مية وعاصر الجسم بالمي على الأخير، آخر نقطة مرجعة للجسم. هدول الناس الأسوياء. بينما الناس اللي عندهم بيلة فهم مركزية يا حزر كون، شو بيصير عندهم؟ البول ما البول ما عم يتكثف وعم يقل المي على وين؟ على المصل. المصل عم يزداد، عم تزداد أوزموليته، يعني عم يصير كتير كثيف، والبول لساته عم يطلع وما في أزمولية أبداً، يعني يطلع مثل المي. هلأ نجي نحن نعطيه الADH، هون تزداد أزمولية البول وبتقل كميته وبترجع أزمولية المصل للحد المقبول. هلأ المريض عطيته الADH والله ما استجاب، ضل إنه عطيته أنا ADH من برا، حقنت له إما تحت إما حب أو تحت لسان أو إرزاز بالأنف وكمان ما تغير. هي شو بتكون؟ تكون بيلة فيها كلوية، إنه الكلية ما عم ترد على الADH لا الداخلي ولا الخارجي، إنه هي خارج التغطية ما عم تصل تغطيتهم. البيلة التافية نفسية المنشأ، وكتير والله منشوفها أحيانا. هلا هي المريضة قد ما بتشرب أما لب الكلية ما عاد بيقدر يمسك البول، فلذلك بتصير استجابة للADH سواء الداخلي ولا الخارجي كمان ضعيفة. هلا بس هو شو بتمتاز هي الحالة؟ إنه شرب المي هن بالأساس إنه مو شغلة بوال وبعدين صار عندهم سهاف، لا هن أول شيء بيشربوا مي. أما الكلية شو أخص الناس اللي بيشربوا مي كتير ومي متلجة؟ فعلا احيانا انه الكليه ما عاد تقدر ترد لا على الADH الداخلي ولا الADH الخارجي. منضل بنحرمهم للمرضى من المي، بنحرمهم المرضى من المي هيك ليرجع الADH يشتغل. هدول المرضى النفسيين تكون عندهم تركيز هرمون الADH بالمصل طبيعي نسبيا. هلا مجرد انه صار شخصنا بيلة تافهة مركزية لازم نساوي MRI لنشوف شو اللي متخرب بمنطقة الوطاء والنخامة حتى ما بيعم ينفرز الADH. حكينا هذا السلايد، دائما اختبار الحرمان لازم نساويه بالمشفى منشان اذا المريض اللي عنده بيلة تافهة حقيقية ما يصير عنده وهط وعائي او يصير عنده مثلا بداية صدمة أو شيء، إنه يصير عنده هبوط بالضغط. هلأ كيف مندبر هدول المرضى؟ إنه مريض وأنا شخصت له بيلة فيها مركزية، بدي أعطيه الديسمو بريسين اللي هو الADH، بينعطى إن إرزاز بطريق الأنف أو إنه بينعطى تحت الفم تحت اللسان على تحت الفم. هلأ ممكن نعطي، هلأ شوفوا لي هدول الأدوية على فكرة كلياتهم فيهم حرف كاف لأني كنا حافظينه. يمكن أن نعطي الكلوروبروباميد، شو هو؟ خافض للسكر الدم، بينعطى بجرعات صغيرة بيزيد من تحرر الADH وبيزيد من استجابة الكلوية له. مين كمان؟ الكلوفيبرات والكاربامازيبين كمان بيزيدوا من تحرر الADH. الكلورتيازيد شو بيعمل؟ الكلورتيازيد بينقص الحجم داخل الأوعية، فلذلك المية اللي بتصل للأنبوب القريب بيرجعها، فلذلك ما بيصل كمية كبيرة لا لأنابي بالجامعة حيث يعمل الADH فتنقص كمية البول. فهمتوها؟ حأرجع أيضا مريض منعطيه مدير بول منشان لأنه عنده بول وسهاف. شو الفكرة؟ إنه الهيدرو الكلورتيازيد
بنقص الحجم داخل الأوعية، وقت بيصل الدم للكبة الكلوية بيقول إنه كمية الدم اللي جاي قليلة، فلذلك الأنبوب القريب بيرجع كل المي الممتصة. شو بيصل الأنابيب الجامعة؟ بيصل كمية كتير قليلة وبتتحسن أعراض المريض. ممكن أن نستخدم الانسيتس خاصة مضادات البروستاجلاندين. ليش؟ لأنه أنا عم بستخدم مضاد يلي بيعاكس عمل الآدي أتش. يعني أنا مثل سالب وسالب أنتون، ما شو صار موجب هيك تماما. هلأ ممكن حتى يشاركوا الكلورتيازيد مع مضادات البروستاجلاندينات وبيآزر عمله. العلاج بالمختصر مقلد الآدي أتش اللي هو الديسموبريسين، كلوروبروباميد، كاربامازيبين، المدرات على رأس الهيدروكلورتيازيد من شرح حرف الكاف، والإنسيدز. هلأ هاي إذا كان عندي، ما في عندي آدي أتش، الآدي أتش ما موجود. لا، أحياناً إنه بينفرز الآدي أتش بطريقة غير ملائمة، سيندروم أوف إن أبروبريت سيكريشن أوف آدي أتش، اسمه سيادتش. هلا يتصف هذا الاضطراب بفرط افراز الآدي أتش غير الملائم، انه بيصير افراز شديد جدا. هلا بتصير الكليه غير قادره على تمديد البول. شو بيصير؟ بيصير فرط إماها بالجسم، ما بينقص الضغط الحلولي للمصوره وبينقص تركيز الصوديوم بالدم. هلا هذا بصراحه كثير بيتداخل في شغلات، بس هلا اهم شيء انه عم ينفرز الآدي أتش زيادة، عم يرجع كل المي، البول عم يطلع مكثف، المي عم الجسم عم يتميه شوي، بس رح نشوف إنه ما في وزمات، الجسم عم يتميه، المصورة عم تتميه، البلازما فيها المي زيادة، الضغط الحلولي بيقل، تركيز الصوديوم بيقل، لأنه في دم، لأنه في مي زيادة بالبلازما. هلا ينجم فرط إفراز الآدي أتش عن الأسباب التالية: إما الوطاء في عندي ورم أو ارتشاح أو التهاب عم يسبب زيادة إفراز الآدي أتش، أحياناً خباسات وأخص عندي سرطان الرئة صغير الخلايا، سرطان البنكرياس، سرطان البروستات، هدول كلهم ممكن إنه يسببوا زيادة لإفراز الآدي أتش، إفراز خارج غدي مو من يعني سبب ورم. أحياناً أدوية بتقوي عمله مثل اللي قلنا عليه هنا، الكلوروبروباميد، الكاربامازبين، الفينكريستين اللي هو مضاد ورم، النيكوتين، الدخان، الفينوتيازين، السيكلوفوسفاميد. الأمراض الرئوية، أحياناً عندي الأمراض العصبية مثل ما قلنا ردود الرئيس، أحياناً بتسبب سيادتش، أحياناً بتسبب عوز الآدي أتش، نبيلة تفيها، بس كسور قاعدة الجمجمة عموماً ما تسبب بيلة تفيها. هلا احيانا بسبب انه المريض عم نعطيه آدي أتش زياده، كميه اللي عاطينه اياها زياده، بصير عندي متلازمه السيادج. شو اعراضها؟ اعراضها انه المريض اهم شيء انه بصير عنده نقص صوديوم الدم، اذا نقص عن كميه معينه ممكن انه يصير عندي اعراض. شو هي الاعراض اللي بتصير من نقص الصوديوم؟ الاعراض اللي بتصير من نقص الصوديوم اذا نزل تحت ال 115 بصير عند المريض اقياء واضطراب وعي واختلاج. ورغم هيك ما عندي وزمة محيطية رغم فرط الحجم. هلأ بينما وقت بيكون الصوديوم بين 115 و130 ممكن أنه ما يصير عنده قلق، مشاكل ذهنية، هيك بيعصب، بيستفرغ، عضلاته بيجعوه، معص عضلي. هلأ النساء حول سن اليأس أكثر حساسية لتبدلات الصوديوم من الرجال والنساء بعد القياس. إذن حول سن القياس يعني بأي عمر؟ عمر 45، 50، بينما 65 هدول صاروا بعد القياس. هلا اهم شيء انه عم نحن قلنا انسمام بالماء. انسمام بالماء وين؟ بقلب البلازما. بالبلازما الدم في زياده بالماء، بس ما عندي وزمه، لا يوجد وزمه، لا يوجد ارتفاع ضغط، بس ممكن انه نقص الصوديوم يؤدي الى وزمه دماغيه. ليش؟ لأنه المي بيروح من المكان الناقص التركيز إلى مكان عالي التركيز، أما بيصير عندي وزمة دماغية. هاي بالمراحل النهائية لأنه نقص الصوديوم الشديد جدا. تشخيص التفريقي،
هلا التشخيص التفريقي، انا اسفه انه جبت لكم سلايد هو بالتركية بصراحة. هلأ مريض عنده نقص صوديوم شو بشك؟ هلأ حسب الحجم الدم، إذا المريض عنده نقص بالحجم ولا أنه لا حجم طبيعي أو فوليميا، لا سواء حجمي ولا عنده زيادة بفرض الحجم. هلأ كيف بعرف الحجم عموما؟ أنه بالعنايات بنركب خط مركزي وبنشوف أنه حجم زايد ولا طبيعي ولا ناقص. هلا اول شيء انه اذا كان عندي الصوديوم نازل وعندي الحجم ناقص، معناها انا اما المريض ما عم ياخذ صوديوم ابدا، او انه عم نخسر السوائل والصوديوم عن طريق الجهاز الهضمي مثلا اسهال شديد جدا، او انه عندي افات كليه مضيعه على الملح والماء، انه لا في عندي مي ولا في عندي ملح والصوديوم نازل بالجسم. المدرات قد تعمل كمان هيك. بينما هي إذا بدي أخذ تشخيص تفريقي لنقص الصوديوم بدي أشوف الحجم، إذا حجم ناقص إنه المريض صار له من زمان مريض وما عم يأخذ أكل أبداً لا مي ولا صوديوم، أو المريض عم يضوعه كلوياً أو جهاز الهضمي. لا أنا قست الحجم عن طريق السي في بي القسطرة المركزية لقيته طبيعي، شو فكر؟ يفكر بهايبرغلايسيميا إنه زيادة جلوكوز، زيادة السكر بالجسم بيؤدي لنقص الصوديوم. كل ارتفاع بتذكر 100 جرام من السكر بينقص الصوديوم 1.6. هيك أذكر القاعدة. هلأ في عنا كمان إنه إذا كان في عندي زيادة بروتينات بالدم، مثل عندي ورم مفرز، ورم الخلايا المصورية اللي هو المالتيبل ميلوما عم يفرز عندي بروتينات كتير، بيكون الحجم طبيعي بس بتنقص الصوديوم، أو إنه عندي كمان زيادة بشحميات الدم. إذا زيادة السكر، زيادة الشحميات، زيادة البروتينات بالدم ممكن إنه تسبب لي حجم طبيعي بس الصوديوم بينزل. وأهم شغلة لأوقات بيكون عندي إنه صوديوم نازل وحجم طبيعي، لازم فكر بمتلازمة السياديتش أو الانسمام بالماء. إذا كان عندي لا إنه زيادة ضغط، زيادة حجم، هون بدي أفكر إنه المريض أخذ ملح زيادة، أو إنه معالجته كتير بالآدي أتش بكمية عالية كتير بالعلاج بالمراحل الأولية. هلأ بنرجع على السلايد اللي قبله، التشخيص التفريقي. وقت منلاقي نقص صوديوم حقيقي، إنه الصوديوم نازل تحت 130 لنفترض الرقم 120، والأوزمولية البلازما إذا كانت طبيعي مثلا 290، الأوزمولية البلازما كمان نازلة، هون لازم نقول في عندي فرط حجم ولا حجم طبيعي ولا نقص حجم. هلأ أنا دائما مريض السيادتش ما بيكون عنده وزمات، وقت بيكون في عندي وزمات بشو فكر؟ إنه عندي وزمات وعندي صوديوم نازل بفكر بالنفروز، بفكر بتشمع الكبد، بفكر قصور القلب. أما المرضى السيادتش الورم المفرط، يعني إنه الإفراط الإفراز الغير ملائم أو المفرط والشديد للآدي أتش ما بيترافق مع وزمه، المي زايدة بالبلازما بس ما دخلها بس بقلب البلازما، ما دخلها بالنسج المحيطة. هلا إذا ما في عنا لا وزمات ولا تشفاف، يعني الحجم طبيعي، لازم يكون في عنا أسباب لنقص الصوديوم مع حجم طبيعي، مثل قصور الدرق، قصور الكظر. هدلون من أهم التشخيص التفريقية لو وجود صوديوم. إذا في عندي وزمات لازم ندور على النفروز، تشمع كبد، قصور قلب. إذا عندي نقص صوديوم، مريض لا عنده وزمات ولا له متجفف، يعني إنه ما عنده نقص حجم، يعني حجمه طبيعي، لازم إنه أول شيء أنفي قصور الدرق وقصور الكظر. إذا ما طلع عندي قصور درق قصور كظر، هون أنا بكون قدام متلازمة السيادتش. هلأ بدي أدور على أسبابها، هل هي أسباب دوائي؟ هل إنه عم بعطي دواء بيسبب زيادة العمل الآدي أتش، أو عم بعطي آدي أتش بكمية كبيرة، أو إنه في عندي ورم مفرز عم يسبب إفراز، زيادة إفراز الآدي أتش؟ هل المريض عنده مشكلة دماغية؟ يعني مثل ما قلنا نرجع لأسباب التشخيص التفريقية. هلأ بالسيادتش صوديوم البول عادة بيكون فوق 20 ملي مكافئ على اللتر، مكافئ باللتر. صوديوم البول بيكون لأن هو ما دخله الآدي أتش، ما دخله بالصوديوم، دخله بشو؟ فقط بالماء، فلذلك الصوديوم بيكون منيح بالبول. بينما بحالات نقص الحجم الفعال داخل الأدوية، داخل الأوعية،
مثل قصور القلب والتشمع النفرز. هذول المرضى بيكون عندهم وزمات عموما وبيكون صوديوم البول قليل كتير. هلا بالنسبة لمرضى السي اي اتش ما بتكون انه انسمام بالبلازما بالماء انه كتير البلازما مميها، فلذلك حيكون تركيز البول قليل وتركيز الكرياتين وحمض البول حيكون قليل، حتى الالبومين ممكن انه يصير تركيزه قليل. بينما عند مرضى اللي قصور القلب اللي عم يطلع السوائل خارج الأوعية مو سببه انسمام مائي مثل السيادتش، منلاقي البول الدموي وحمض البول مرتفعين. هلأ بالسيادتش البول بيكون قليل الكمية مفرط الحلولية، رغم أنه الضغط الحلولي المصورة ناقص. ليش؟ لأنه ميها. هلأ لازم نصحح نقص الصوديوم، ولازم كمان نصحح نقص الضغط الحلولي المصورة. لازم الصوديوم يرتفع تركيزه، لازم نقيم شوية مي من هالمصورة البلازما، لازم نقيم منها شوية مي حتى يصير تركيز الصوديوم على المي الموجود مقبول، منشان ما يصير باضطراب بنقل الصوديوم، وأخص بالخلايا الدماغية. هلأ المريض إذا ما كان عنده أعراض، لا عنده قلق، لا عنده مشاكل، ما عنده مشاكل عصبية ولا غثيان ولا شيء، بس منقول له إنه ما تشرب مي، وقت منحدد له شرب المي إما بيصير عندي يعني مدخول الماء للجسم قليل، بتصير تتكثف شوي البلازما وبيصير بيتصحح الصوديوم، بيرتفع الصوديوم مع إنه راح المي، بيزيد تركيزه، بيصير بيتحسن، وبشكل تقريبا إذا بس حددنا له الماء ممكن يتحسن بمعدل 5 ملل مكافئ باللتر باليوم. يعني إذا كان 115 بيصير 120. هلأ ما بننصح بإعطاء السيرومات، لأنه ليش؟ لأنه المشكلة بالسيادتش وهو ماله علاقة بالملح. الملح الموجود رح يروح مع عن طريق البول، لأنه في حدا بالكلية عم يأثر على طرح البول، طرح الملح بالبول. هلأ المريض العرضي اللي بلش بقى عنده تخليط ذهني، أنا لازم أعطيه شو؟ محاليل مفرطة التوتر. يعني هلأ مو هو صوديومه المريض 110 وبلش يعطيني أعراض عصبية، أنا لازم أرفعه شوي شوي مشان ما يضطرب نقله بين الخلايا الدماغية وال حتى نصلح الصوديوم بشكل بطيء ليصير لحدود 125. هلأ وقت بيصير الصوديوم المريض، أنا هو محطوط المرضى هذول تبعات اضطراب الصوديوم غالبا أنه عندهم تخليط ذهني بيكونوا بالعناية، أنا برفع لهم الصوديوم بطريقة بطيئة لحتى يصير 125، لحتى المريض يرجع شوي لتركيزه. ممكن أنه أنا خفف له شوية، مخفف له ماء، بيرجع الصوديوم لحدود الطبيعي. هلأ هي إذا مريض أنه صار عنده نقص صوديوم بشكل حاد، يعني إنه نزل صوديومه لنفترض خلال يومين ثلاثة من 125 لل 105 أو 110. بينما في مرضى مثلا مزمنين، إنه لنفترض عنده سرطان رئة وعنده سيادتش وصار له هالوضع عليه شي سنة، أنا شو ممكن نعطي؟ لا بنعطي الديميكلوسيكلين يلي ما بيخلي يعمل الهرمون الأدي اتش، ما بيخليه يشتغل بالكليه، بيبطل مفعوله بالكليه، بيصير السيادتش صحيح عم ينفرز بكميات كبيره الا انه ما عم يشتغل عمله بالكليه تحت تاثير الديميكلوسيكلين او تحت تاثير الليتيوم. بس بالعاده نحن ما بنعالج بالليتيوم لانه سميته عاليه وله مشاكله. هلأ في عنا من الاضطرابات اللي ممكن نلاقيها بالنخامة هي هجرة الفص الخلفي للنخامة، هي حالة خلقية. الفص الخلفي للنخامة ما هو منشأه من الوريقة الخارجية، بقى بسافر لمكان بعيد عن الغدة الأساسية. هلأ هون ممكن أنه يؤدي لقصور نخامة شامل، لأنه بسبب اضطراب الهجرة ممكن أنه يصير عندي اضطراب بالتروية البابية للنخامة.
قلنا مثل ما قلنا انه مرضى القصور النخامة الشامل ما في داعي لعلاج الاي اتش لانه نقص الكورتيزول عم يعمل عمله. هلا امراض السويقة ثواني طيب هلا على الامراض السويقة ممكن انه يكون يمكن انه تتأذى او تنقطع. هلا يا شباب اذا انقطع الانترنت او انقطع البث بيكون المشكله من عندي وهو بيكون خلص من المحاضره، بس حنحاول ان شاء الله اتلافى الموقف. هلا اذا ممكن تتأذى السويقة بسبب اورام الغده النخاميه او بسبب ورم قحفي بالعومي او بسبب اورام عصبيه مثل الدبقومه او الجليوما. هلا وكذلك امراض الوطاء مثل السالكوئيد، التدرن، الأورام الخلايا المحببة. هلأ مثل عم يقولوا لنا هون حاطين لنا حالة سريرية إنه طفل عمره 6 سنين اشتكى أهله من قصر قامته، والمريض عم يجي بسوابقه إنه كتير أحياناً وقت بيمرض بينقص سكر وبيغلو على المشفى. يعني نفترض تقرب أو صار إسهال أو شيء أو أي مرض عنده بيضطروا ياخذوا له على المشفى ويحطوا له سكر لحتى يتحسن. ووقت استجوبنا الأمه قالت إنه جابته مجيء مقعدي. هون شو صار عند هذا الطفل؟ هذا الطفل صاير عنده إنه وقت إجا مجيء مقعدي ولدته القابلة إجباري عنه أو الدكتورة ولادة طبيعية، هون بسبب التمطيط ممكن إنه تنقطع السويقة النخامية ويجي المريض بأعراض عوز هرمون النمو وممكن انه يجي بنوع بنقص سكر. هلا هي كمان حاله انه مريضه عمرها 47 سنه متزوجه عندها 11 ولد، اصغر ولد عمره 10 سنين. هلا من سنه صار عندها بوال وسهاف كميه البول 20 لتر باليوم، وصار عندها صداع جبهي ثنائي الجانب ينتشر للقفا، الم حول العينين، او صار عندها تباعد طموس بس ما عندها سر حليب او شعرانيه. هلا ممكن نقول تباعد الطموس سببه فتره ما حول القياس. هلا التشخيص بدهم يقولوا لكم على هي المريضه انه طلع عندها تشخيصها متلازمه السرج التركي الفارغ. هي حاله يعني شعاعيه انه لقوا بالصوره الجانبيه في نقطه بيضة، مش لانه صعب انه هلا اطلع المؤشر، انه هي البيضة هي ما فصل خلفي للنخامه، هي طلعت عظم. وهي تشخيص هي المريضة متلازمة السرج التركي الفارغ. بلشت عندها أعراض قصور النخامة الشامل وتتذكر متلازمة السرج التركي الفارغ بتعمل صداع جبهي وبتعمل بوال والسهاف. وانتهت المحاضرة. احنا انا حاكينكم قبل بمرة عن متلازمة السرج التركي الفارغ بتصيب السيدات اكثر. هي مثل انه شو هي متلازمة السرج التركي الفارغ؟ اكثر شيء بتيجي عند المريضات البدينات، مثل وكأنه انه بتنفتق الغدة النخامية وبتروح لمكان غير مكانها. هلا الفكرة انه وقت بتتغير مكانها السرج التركي بيصير فارغ او بيكون ممتلئ بخلايا بانسجة سحائية، وإما بتشدها لمكان تاني وقت بتنشق وقت بتنضغط على السويقة النخامية، هون بقى بتصير عند المريضة ممكن إنه تظهر عندها أعراض غدية، أو إنه لأنه صار في شد على السويقة النخامية ممكن إنه يصير اضطراب بالنخامة العصبية بسبب هاي الشبكة البابية النخامية، بيروح التنسيق بيناتهم أو بينسد هذا الدوران، بيصير عند المريضة بيظهر عندها أعراض قصور النخامة الشامل، وبسبب إنه الضغط على النخامة العصبية أو يعني
فقد يعني توازن الوعائي او او انسداد الاوعيه تبعها بسبب الشد، انه تغير مكانه، يعني مثل شيء انفتق من مكانه. ممكن انه يصير عندنا مريضه المتلازمه السرج التركي الفارغ، ممكن يصير عندها اعراض قصور نخامه شامل، وممكن يصير عندها بوال وسهاف بسبب عوز الار دي اتش. والله يعطيكم العافيه، بكون هيك انتهت محاضرتنا، وإن شاء الله لنشوف إذا بنقدر نكمل أربعة وأحد، بحيث أنه خلال هذا الشهر ننهي المحاضرات. الله يكون بعونكم، يعني الاستماع للمحاضرة من دون ما يشوف الواحد الطبيب، يعني أنه فقط يعتمد على لكنة وعلى طريق على تواتر صوت الطبيب أو صوت المحاضر. الله يكون بعونكم، وعلى كلين ما تزعلوا هدول انتوا، لانه وقت يجيكم لقمه جاهزه بدكم تقوموا تبحثوا عنها، بدكم تبحثوا عن المعلومه، ان شاء الله راح تطلعوا ابطال باذن الله تعالى، تطلعوا من العلماء العاملين. وعن جد انا اسف لانه عم بعطيكم على الاونلاين، لانه مثل ما قلت لكم يعني انه هذا التلقيم الراجع، انه انا عم بفهم عليكم، انتوا عم تفهموا علي، بدي اشوفكم عم تتاوبوا داخلكم، طقت روحكم مني، يعني انا اسفه ما هيك طريقه اعطائي ابدا، بس ان شاء الله يكون يا رب. الله يغفر لنا تقصيرنا، وانتوا الله يعوضكم خير، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يجزيك الخير دكتور اسماء. الله يعطيكم العافيه، مع السلامه. عبد الله، ما حسوا يعطينا العافية.